حالات القتل التي تحصل في ما يسمى بجريمة أو الشرف. نعم، نحن رح ناخذ اتصال. ألو، أنا كاتيا. أهلا كاتيا، يسعد أوقاتك. شكرا كثير. أول شيء يعطيكم العافية على هذا الموضوع، وشكرا للأستاذ الموجود ضيفكم يلي عم يحكي بالناحية الشرعية في جرائم الشرف. أنا حابة بس علق تعليق صغير بما يخص الناحية القانونية. أولا لا يوجد ما يسمى جريمة شرف، لأنه جريمة هي فعل سيء، والشرف هو خلق إنساني نبي لا يجوز جمع مع بعض. يعني إنما هنالك دافع شريف، وهذا اللي راح أو اللي استجأ له القانون السوري. هلأ للأسف القانون السوري أخذ هاي المادة من القانون الفرنسي، من قانون العقوبات الفرنسي، ولكن توسع بها. كانت بالبداية هي عذر محل، والسبب الأساسي من تخفيف ما هو الشرف ولا هو حماية العرض، إنما هو سبب المخفف، لأنه الجان يرتكب الجناية لأنه هو بحالة من الغضب الشديد، فهو نتيجة، لأنه الأعذار المخففة تكون نتيجة عن الحالة النفسية للشخص يلي ارتكب هذه الجريمة. فهون بسبب حالة الغضب الشديد لجأ القانون الفرنسي وقت اللي شرع هذا العذر المحل، إنه نحن أحلينا أو عفوا خففنا العقوبة يلي بيحصل يلي بيحصل ياخدها هذا المرتكب هذه الجريمة أثناء بسبب وجود مثلا صلات جنسية فحشة مع لأحد أقاربه. ولكن هذا الشيء حقيقة ما هو دستوري، لأنه أولا فرق بين النساء والرجال، وبالدستور السوري لا يوجد تمييز بين المواطنة من المواطن. هذا الشيء يعني هو هي القاعدة القانونية، وهذا العذر المخفف هو مخالف دستوريا. ثانيا ليس له علاقة مثل ما تفضل الأستاذ زيف حضرتكم بالدين نهائيا، ليس له علاقة شرعية، لأنه صحيح الشرعي للزنا واضح إن كانت بكرا أم سيب، ولم يفرق بين الرجل والإمرأة. فأنا بس حبيت أدخل بهي المداخلة لحتى نوضح قانونا هي الفكرة. شكرا كتير إليك كاتيا، سعيدة جدا باتصالك. وأنا كمان شكرا كتير، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. رح أخذ اتصال موبايل أيضا. ألو. ألو، يسعد أوقاتكم. وأوقاتك محمود، تفضل. الآن إنه مع ألغاء العقوبة، ما إنه مع ألغاء، كمان بنفس الوقت شو بدي لك يكون في، يعني هلا يمكن ما يمكن ما نحن نحاسب شخص يمكن دخل له الموقف هذا قدامه صعب إني هذيك الساعة تقول كده، يعني أو جيب مثلا مثل ما مول الشيخ الشخص اللي عندك الأستاذ إني والله بدي يكون في دليل أو يكون في كذا، يمكن صعب تكون هيك فكرة وصلاني، لأني نحن مجتمعنا شخص بصراحة يعني مجد ما طلع كلمة لو كون ما في شيء، يعني بسأول إياها كبير كتير، وبتكون شخص مثل ما أقول بستظهر بالمجتمع وكذا، وبصير بعين العالم كله إنه، ورغم إنه يكون ما في شيء بجوز يكون شغلة بسيطة، بس يمكن إنه تم الغاء، ما يتم الغاء العقوبة، بس نحن ما مع إلغاء العقوبة، لكن نحن مع تشديد العقوبة، يعني أو إلغاء هاي المادة اللي عم بتخفف، إنه معلش خذوا العذر المخفف. لأني اليوم أنا أي شخص خلالات، يعني اليوم أنت مثل ما بقول أنسى، وأنا مثلا كذا اليوم دخلت أنسى على بيتها لقيت زوجة مع هدية إلي، إنه لو بتحسن تقتل اثنين ما رح تستنى، وكان الزوج نفس بس لما بتقتل المرأة محمود، بس لخليني خبرك شغلة، إنه لما المرأة بتقتل الاثنين ما في عندها عذر مخفف، تعتبر جريمة قتل، بينما بالقانون لما الرجل بيفوت بيشوف زوجته في عنده عذر مخفف، يعني عقوبته بتوصل للخمسة للسبع سنوات بالكثير. عندنا بالإسلام العقوبة الاثنين نفس الشيء الرجم. أنا تسمح لي بمداخلة أستاذ محمود معك؟ تفضل. يعطيك العافية. أول شيء شكرا لمشاركتك. الموضوع الثاني إنه إذا أنا عم بفرض فرض جدلا والموقف ما نسهل، دخل رجل ولقى الموقف على ما هو عليه، طبعا هل أنا بعد شوي رح فرق في لا، لأنه ثلاث أفكار ثلاث مستويات، لكن نحن رح نقول الصورة اللي ذكرتها حضرتك، وأنت عم تقول إنه نحن ممكن ما نلتمس العذر لأنه ما بنعرف شو ردة فعله. الصحابة صحابة رسول الله هني أكثر الناس اللي بيغاروا على عرضهم، وهني قدوتنا وهني أسوتنا. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم، دخل رجل فرأى ما تصرف، راح لعند المرجعية تبعته، راح لعند نبينا، راح لعند رسولنا، راح لعند حبيبنا، قال له يا رسول الله أنا صار عندي هالمشكلة كبير كتير، لو قتل قتلتموه. شوف الصحابي عرفان لو قتل، وأنا راح هلأ شوي تلاخر ندخل بالأحكام الفقهية، قال له لو قتلت لقتلتموه، ولو تكلم لجلدتموه،
راح لعند رسول الله، نزلت آيات اللعان. الحل رايح يجيك فيه بأثناء الحلقة. لكن أنا بس بدي أوقف عندك أستاذ محمود، أنه ليش ما يملك الرجل غضبه؟ ما أنا عبد لله، ما أنا مؤمن بالله، ما أنا مسلم أمر، ما بلتزم بأمر الله. يعني أنا سهل علي ربي دقني، بس خليك معي أستاذ محمود، سهلي ترباية الدقن بلتزم فيها. بس الرسول معصوم على الغلط في سورة النور. طبعا طبعا لا شك الرسول معصوم. تمام. بس نحن ما عم نحكي عن صحابي. تمام تمام. صحابي قصة ستنا عائشة، شوف وصلت الحكي مثل ما بقول يعني. صحيح. هذيك لي حديث الإفك، لأنه الرسول يعني خطر على باله إنه مثل ما بقول إنه يعني إنه بس ما تصرف أي تصرف. تمام تمام. مثل ما قلت لأنسي، قالت إنه الإجل حتى أنا رايح أروح معك لحديث الإفك، 90% أو 70% بدي لك بين 70 و90% إلى سبب إنه يكون هذا. لأن شخص أنا اليوم إذا تركت الشيء ما حيثبت بلحظة رح يكون إنسان منبوذ بحياتي قدام العالم، رح يكون وقدام الله حياتي. أنت رح تعيش 60 سنة بالدنيا، وقدام الله شو بدك تقول له؟ أنت قاتل ظالم. حتى حديث الإفك، اسمعني اسمعني محمود، حديث الإفك اللي أنت عم تحكي عنه وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أمي وأمك أمنا السيدة عائشة في خطيئة، وصل هيك للنبي تصرف. لا ما بجوز، ما تفكر أبدا أبدا، ما فكر أبدا. والقصة كانت محبوكة على السيدة عائشة تماما، محبوكة بشكل كامل حتى نزل وحي بتبرئتها، والنبي ما تصرف أبدا. سيدنا محمد يعني صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. يعني طيب محمود يعني محمود تماما، نحن رح نناقش هذا الموضوع وتحريض المجتمع. بدي أتشكرك كتير على اتصالك، واتمنى تتابع معنا الحلقة الأخيرة، أكيد رح يجاوبوك كل الخبراء اليوم بالحلقة. شكرا لك. شكرا لكم بتمنى تبقى معنا محمود. نحن رح نرحب أيضا بالأستاذ ريم صباغة الاختصاصية الاجتماعية والنفسية، موجودة معنا عبر السكايب. يسعد مساكي أستاذ ريم. يسعد مساكي وصباحك. كيفكم؟ الله يسلمك أستاذ ريم. يمكن سمعتي معنا اتصال محمود كان عم يحكي فيه وركز على نقطة، وهي ضغط المجتمع وتحريض المجتمع. فقال إنه اللي ما بيتصرف هالتصرف لحتى يغسل عاره، لنقول بين قوسين بالعامية، بيصير منبوذ من المجتمع. حابين نعرف من مع حضرتك كيف بيلعب المجتمع هذا الدور بالتحريض من بالدرجة الأولى، واللي بتخليه يرتكب هاي الجريمة. بداية برحب بالأستاذ مالك، سلامي لإله. فعلا حديثه أكثر من رائع، أنا جدا كنت مستمتعة فيه يعني صراحة. هلأ الفكرة بالموضوع اللي كان عم يحكيها وعم يناقشها مع الاتصال اللي أخده، إنه نحن دائما المجتمع المشكلة إنه ما عنا راس، ما عنا قدوة، يعني ما عنا كبير، فعلا ما عنا كبير. لا القانون بنعتبره هو بيوجهنا، لا الشريعة بيوجهنا، لا الدين بيوجهنا، ولا شيء بيوجهنا. يعني نحن كمجتمع عربي وخاصة سوري كلياتنا بالمجتمع بنعمل حق، يعني خلينا نقول كلياتنا رأس فعلا يعني. فبالتالي هذا الشيء أستاذ نيلوفر عم يخلينا نرتكب أخطاء ونروح ل خلينا نقول يعني عم نعالج الخطأ بخطأ أكبر بكتير. فبنجي بنقول لتحريض المجتمع، طب يا هل ترى هذا تحريض المجتمع يلي عم يعملوه أو عم يثيروه، هل هو فعلا العلاج الصح؟ لما مثلا مجتمع مثلا محيط بأخ مثلا ارتكبت أخته خلينا نقول خطيئة معينة، هل هو صحيح أنه هو يروح يقتلها؟ ولا نروح نعالج المشكلة من جذورها؟ ليه نحن دائما منحرض على خلينا نقول على الأشياء اللي جاية من رأسنا من دون ما نلجأ لقانون، من دون ما نلجأ لشرع؟ يعني نحن إذا بدنا لا عم نصدق القانون ولا عم نصدق الشريعة ولا عم نصدق، ونحن بس بدنا نمشي مع عادات وعرف حطوها ناس بشر مثلنا مثلهم، لا هن المختصين ولا هن الخبراء ولا هن أصحاب شريعة ولا هن كانوا على زمن خلينا نقول الصحابة والنبي اللهم صل عليه لما نحطت شريعة كاملة لحياتنا. فيا هل ترى هل نحن حنكون كتير عم نلقي الأحكام الصح ولا عم نتصرف تصرفات صح؟ أنا هذا السؤال اللي بدي وجهه هلأ للمتابعين والمستمعين اللي عم يسمعونا.
أكيد سؤال كتير مهم وبتمنى فعلا هن يشاركونا. أيضا رح أخذ اتصال الواتساب. ألو ألو مساء الخير. صباح الخير. يا هلا جمعة تفضل. كيفك؟ بخير الحمد لله. كيفك؟ الله. أنا في عندي عدة نقاط بدي أحكي فيها. تفضل. بالنسبة لأول شيء إنه مثلا المرأة مثلا ما في عندها عزل مخفف والرجال عنده عزل مخفف، أنا ضد التفريق بين هالشغلتين، يعني إنه لازم يكونوا اثنين على حد سواء. الشغلة الثانية مثلا إنه بيقولوا مثلا في حديث عن الرسول إنه من مات دون ماله أو دينه أو أهله فهو شهيد، فهي شغلة ثانية. الشغلة الثالثة إنه الأهم من إنه نشيل عقوبة إنه نخفف نشدد العقوبة على المتهم بجريمة الشرف مثلا، وإنه بدل ما نحن نشيل هاي العقوبة ونسوي لها مثلا مؤبد بدل 5 سنين، نحن ليش ما نشدد عقوبة الزاني والزانية لحتى يكون هون الزلمة مرتاح إنه في حدا رح ياخد له حقه. وأنا بحكي لك بالقانون السوري جريمة الزاني سنة والزانية 3 سنين. هلا هون في تفريق بين الرجل والمرأة، سنة ب3 سنين كمان، هي أنا ضدها يعني. بس إنه حتى لو كان الرجل محكوم 3 سنين، سواني بس حتى لو كان الرجل محكوم 3 سنين، بيرضى رجال أو زلمة إنه يشوف مثلا رجل زنى مع بنته أو أخته أو مرأة وبعد 3 سنين يطلع ويتمشى قدامه بالحارة؟ هذا الشيء اللي نحن تربينا عليه تماما. بس جمعة يعني جمعة بس أنا حابي أسألك سؤال. يعني أنا كنت حكيت ببداية الحلقة إنه أحيانا عم بيكون في شبهة، ما في شيء أكيد، ونص السيدات أو البنات المتهمين إذا ما كان شيء مؤكد وثابت. المشكلة إنه عم بيكونوا عذروات أساسا، جريمة مظلوم. هلا المظلوم او هذا القاضي رح يشوف ويعرف النتائج التحقيقات، ونحن ضد يكون في له عزل مخفف، بس مو انه ضد الكل يكون ما عندهم عزل مخفف، لان في ناس بتشوف الجريمه بعينه يروح يشتكي مشان يحبسوا له الزلمه سنه ويحبسوا زوجته 3 سنين. ما حدا بيتقبل هذا الشيء. انا مثل ما حكيت السيده من شوي قالت استاذ، ليش نحن لنترك القوانين الالهيه ونلحق قوة بشر مثلنا مثلهم؟ يعني حطوا لنا مثلا العقوبه الشرعيه النظاميه، ما حدا بيرضى انه والله يروح يقتل اذا في حدا ياخذ له حقه منهم. استاذ جمعه يعطيك العافيه يا رب. انا راح هلا ندخل بالجريمه وبالعقوبات بالتفصيل، وراح مر بطريق الحوار على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم راح مر لك عليها، ما راح انسى لك اياها مشان نرجع وانا وانت نستفيد. بتمنى تبقى معنا يا جمعه. شكرا لك. اهلا وسهلا. يا هلا فيك. يعني نحن سمعنا أنه قال أنه هو مع أنه يكون في مساواة، ولكن مع وجود هذا العذر المخفف. ففي دائما يعني لبس مين المخول بتطبيق حدود الدين؟ يعني تمام. حتى يعني حتى وصف الفعل بالزنا، شو هو الزنا؟ خلينا كمان نقول قبل. تمام أستاذي، نحن قبل ما نتابع يعني من هو المخول بتطبيق الحكم، خلينا نعرف على من يثبت الحكم، بعدين بنقول من هو المخول. صحيح. من ثبت عليه الحكم؟ ما هي الحالة التي يثبت فيها الحكم؟ توصيفه بشكل أدق. نحن بالنسبة لجرائم شرف أو الدفاع عن الشرف أو ما يسمى بذلك، كما ابتدأت آراء الفقهاء أنسي القديمة، اتفق الجميع كل الفقهاء بالإجماع، وهذا الكلام أول شيء بدي أروح لعند الأستاذ جمعة اللي كان عم بيسمعني وجميع المستمعين. كل الفقهاء بالإجماع اتفقوا إذا كان هلأ الآن نحن عم نحكي عن 3 حالات، حالة التلبس، القتل في حالة التلبس، والقتل دفاعا عن الشرف بسبب الشك، والقتل دفاعا عن الشرف بسبب القرائن الدالة على الزنا. تمام؟ عن 3 محاور 3 حالات أستاذ جمعة. المحور الأول حال التلبس، الثاني حال الشك أو الاتهام بالزنا، الثالث وجود قرائن تدل على الزنا مثلا كالحمل. من فوت بالفكرة الأولى والمحور الأول، القتل حال التلبس، اتفق الجميع الفقهاء بلا خلاف أن إذا كان هناك المجني عليها بكرا أو المجني عليه بكرا أم لم يسبق له الزواج وقام بقتله وجب القصاص، القتل يقتل بالمقتول. لأنه حتى بالشرع يا أساتذة الكرام أن عقوبة الزاني الثيب المتزوج هي القتل وليس البكر، حتى بالشرع هذا. فالعار الذي سيرتكبه القاتل هو إراقة دم معصوم على خلاف ما ورد في الشرع، هذا هو العار.
أنا العار إني ما ألتزم بشرع الله، والعار إني ما أسمع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والعار ما أسمع ما أنا ماني أرجل من صحابة رسول الله، والمجتمع ما هو أشرف من المجتمع اللي كان بعهد رسول الله، وكلهم صحابي. مين بده يتعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا ذكرت لكم الحديث بالبداية إخواني الكرام، كيف الصحابة إجل عند رسول الله، وهلأ بنروم إلى القرآن الكريم لحل هذه المشكلة. إذن اتفق الجميع إذا كان المقتول الفتاة أو الشاب، لأنه أنا قلت لكم بالحالات الثمانية قد الزوج تقتل الزوج، وهذا احتمال وارد في حالة التلبس، أو الأخ يقتل أخته وهي بكر، فالحكم الشرعي وهذا بالإجماع بالإجماع بلا خلاف أنه عليه القصاص، إلا أن يعفو أولياء المقتول فهذا أمر ثاني، أما الحكم الشرعي القضائي هو القصاص. الثاني إذا كانت جريمة شرف في حال التلبس للثيب المتزوجة، ما الحكم الشرعي؟ الشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا يحرم فعله. أنا عم بذكر ثلاث مذاهب، المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يحرم فعله ويتحمل مسؤولية جناية كاملة. مثل ويتحمل مسؤولية جناية كاملة، ما معنى مسؤولية جناية كاملة؟ أي أنه لا يقتل إلا بشرطين. الجناية الكاملة أي يقتل بالقصاص، لا يقتل إلا بشرطين، إما أن يأتي بأربعة شهود قد رأوا الجريمة كاملة بلا غطاء أو ستار، أو الإقرار إنه اعترف. تمام. إذن الشافعية والمالكية والمعتمد عند الحنابلة، من رأى الثيب متلبسة متلبسة بالفعل ورآها بأم عينه لا يجوز له القتل، ويتحمل المسؤولية الجنائية بشكل كامل بشكل كامل، ولا ينجو من القصاص إلا أن يكون لديه أربعة شهود في القول المعتمد، وبعض الفقهاء قول آخر قال يكفي شاهدين لدلالة الحالي، لكن القول المعتمد أربعة شهود، وقالوا يكفي شاهدين أو إقرار من المقتولة، يعني يوجد إقرار، والإقرار سيد الأدلة. هذا الحكم الأول. الباقي العلماء الحنفية وابن تيمية انتبه وهنا مهم جدا، قالوا أمام القضاء يتحمل مسؤولية جناية كاملة، لا أمام القضاء. ومعنا مسؤولية الجناية الكاملة أي أنه لا ينجو من عقوبة القصاص وهو القتل إلا بإقرار أو أربعة شهود أو شاهدين كما قال بعض الفقهاء. أما ديانة أي بينه وبين الله، إن أخطأ هذه الخطيئة، واحد دخل رأى جناي متلبس بشكل كامل وهي ثيب متزوجة، فبينه وبين الله، الله لا يحاسبه ديانة، لا يحاسب. أما في القضاء إن لم يأتي بأربعة شهود قد رأوا رؤيا كاملة من غير غطاء أو ستر أو إقرار، فهو يتحمل القصاص كامل، وهذا المعتمد، وهذا قول الفقهاء بكلهم. أنا جبت المذاهب الأربعة يا سادة يا إخوة، وجبت أقوال الشاذة في ذلك، الشافعية والمالكية والمعتمد عند الحنابلة، أنه يتحمل جناية كاملة ويحرم فعله. تبه يحرم الفعل. القول الثاني قال لا يحرم الفعل لأنه أمام الله سبحانه وتعالى له عذره، يعرفه الله. نعم. أما أمام القضاء يتحمل جناية كاملة يقتل. فإذا أتى في لم أدخل بعد إلى من ينفذ حكم القصاص. نعم. سنأتي إليها أكيد، ولكن هون المهم نعرف أنه الثيب هي المرأة غير المتزوج، هي المتزوجة سبق لها الزواج. تمام. لكن المرأة البكر أساسا لا تقتل بغض النظر ثبت عليها الفعل أو لا، هذا بالإجماع. نعم. يعني الحديث صحيحة ومتواترة، وهذا إجماع ولا يوجد خلاف عندنا في هذا الكلام. نعم. رح أنتقل عندك أستاذ ريم، يعني هون نحن حكينا كتير عن دور المجتمع بالتحريض، دور المجتمع حتى بموروث الثقافي، كيف برأيك ممكن تغيير هذا الموروث الثقافي القائم أساسا على التمييز يعني بين الرجل والمرأة؟ في عنا هاي الثقافة الموجودة إن الرجل ما بيعيبه شيء. هلا بداية نحن يعني خلينا نتفق إنه عنا بالمجتمع كتير فقر، وخلينا نقول الأشخاص أو يعني المجتمع بشكل عام هو حدا رافض يعدل من أفكاره، أو حدا رافض إنه يتبنى أفكار جديدة، أو رافض حركات الوعي، أو رافض خلينا نقول يخضع لمثلا دولة
دورات توعية أو شيء. نحن مثلا ممكن ننتقص ناخذ الحديث كامل سواء عن النبي اللهم صل عليه أو القانون أو شيء أو شيء، ناخذ منه الأشياء اللي بتعجبنا منطبقها ونرفض الأشياء الثانية. بداية نحن لازم نكثف حملات التوعية، خلينا نقول هذا طبعا العبء بيوقع علينا نحن كسواء باحثين أو أخصائيين اجتماعيين أو خلينا نقول يعني مثل ضيف حلقتك يعني رجال الدين، نكثف حملات التوعية اللي هي ما تكون بس عبارة عن خلينا نقول أشياء تلقينية أو حملات نظرية إنه بس العالم تقعد تسمع أو تقرأ. هذا الشيء ما عم نستفيد منه. إحنا بحاجة لجلسات حوارية حقيقية مع طبقات المجتمع كافة لحتى نحسن نقعد ونحكي ونتناقش ونخانق ونعيط، وهذا يحكي وجهة نظره وهذا يحكي وجهة نظره. هذا خلينا نقول التصادم يمكن يعني نرفع فيه درجة وعي كتير كبير. عندنا غياب الحوار، المناظرات، انه نعرف نخاطب الشرائح المجتمع كافة. غالبا نحن هلا عم نشوف جرائم شرف عند الاشخاص اللي هن اصلا عندهم قلة يعني خلينا نقول درجة ثقافية أحيانا عم تكون قليلة أو منخفضة أو درجة وعي منخفضة. طب هل نحن يا ترى عملنا فعلا حركات اجتماعية أو خلينا نقول حملات اجتماعية لحتى نروح ونخاطبهم بلغتهم هنن؟ صعب كتير. مثلا هلأ أستاذة نيلوفر، أنا هلأ مثلا نحن عايشين بالمجتمع التركي، إيجي حاكيكي مثلا وحيجي حدا يحاكيني تركي وأنا أصلا لسه ما بفهم تركي، هلا احسن استوعب الحجم المشكله او حجم القصه اللي عم يحكي لي اياها ولو فيها نفع لي. يمكن هو عم يقول لي تعي مثلا والله خدي اعانات ولا صحح لك شغل بابنه معينه ولا هل انا احسن استوعب هذا الشيء لو انا اصلا ما بفهم اللغه التركيه؟ لا طبعا. بالتالي نحن بنفس الوقت حتى ولو احيانا عم نتكلم العربي ولكن نتكلم العربي ليس بالطريقه يلي او نحن نطرح المشكله الاجتماعيه ليس بالطريقه يلي نحن نحسن نخاطب فيها عقول الناس بكافه شرائحهم المجتمعيه. هي اهم شغله نحن لازم نحكيها لحتى نحن نكون نقطه القوه بالنسبه للمجتمع، مو العرف والعادات والتقاليد الموروثه المنتقصه هي اللي تكون نقطه القوه هي النقطه. هلا نكون بحركه مواجهه لنواجه ونصطدم مع العرف والعادات والتقاليد لحتى بصراحة يعني نتغلب على هي القصص، ولكن بالحوار اللي نحن نحسن نوصل فيه لعقول وقلوب الأشخاص ونحاول نغير من طريقة تفكيرهم. بهذه الطريقة ممكن نحن أنه شوي نخفف من هي الجرائم. نعم. طيب أنا كمان معي أستاذ ريم إذا بتسمحي لي أنت والأستاذ عبد المالك أيضا أنه ناخذ هذا الاتصال ونشوف شو رأيهم كمان، هل بيتم إلغاء العذر المخفف برأيهم أم لا؟ يعني من التعليقات ناس عم بيقولوا أنا مع إلغائه أو مساواته، يعني الرجل قتل يخفف عذره وأيضا المرأة إذا قتلت يخفف لا يعني يكون في عذر مخفف. رح أخذ اتصال الموبايل، رح انتقل لاتصال واتساب عفوا. الو، يسعد مساكي نيلوفر. يا هلا محمد، اهلا وسهلا، تفضل. كيف خبرك؟ بخير الحمد لله. تفضل محمد، شو بتحب تشاركنا بانتقاد هاليوم؟ عم نحكي عن العذر المخفف، يعني هل انت مع الغاءه من القانون بحيث انه القاتل بدافع الشرف ما يكون له عذر مخفف؟ لا، انا مع انه يكون في عذر مخفف، لان ساعه الغضب هي يعني ما تحسن تنضبط بالحالتين، يعني اذا كانت المراه او الرجل. ان كانت المراه وان كان الرجل، يعني المراه كائن حي مثل الرجل. طيب ليه ما بيكون بيتم اللجوء للقانون محمد؟ بهيك حالات بتوقع يعني لوفر ما بيعقل يتحمل انه بدا استنى للجوء للقانون، ان كان الشاب وان كان البنت. نعم، يعني كان رجل المرأة، يعني ما في عقل بهاي، سبحان الله. طيب استاذ، ليش ما نلجأ للشريعة؟ ليش ما نلجأ لحكم الشرع؟
حكم الشرع يقول حكم الشرع بقول لك الزاني يرجم. لا ما صح كلامك. إذا كان ثيب لا يرجم، إذا كان بكر لا يرجم. إذا كان بكر لا يرجم. أما إذا خلصنا هاي أو أول قسم. أنا عم أتناقش معك. أول قسم طلعت مثلا نحن بالسنة عنا 1000 جريمة شرف، لحنا اليوم بقى عنا 10، تمام؟ لأنه غالب من يقتلهم من الأبكار من البنات، تمام؟ اتفقت أنا إياك؟ خلصنا. إذا عنا ظلم بنسبة 90% أنا ماشي معك، حققت أنا إياك أنه في ظلم بتنفيذ الحكم نسبة 90%. رح أمشي معك خطوة تاني. حكم الشرع بقول لك أنك لا تحاسب ديانة أمام الله فقط. أما بالقضاء إذا ما عندك، إذا كان في حكم إسلامي والقاضي سيدنا عمر بن الخطاب أو سيدنا علي، طبعا راح جيب لك هلأ سيدنا علي شو بيقول. سيدنا علي ها ما بترضى بسيدنا علي يحكم بالمسألة؟ سيدنا علي ما ترضى فيه؟ برضى سيدنا علي زوج السيدة فاطمة كرم الله وجهها، راح جيب لك شو بيحكم بالمسألة. إذا ما كان قال لهم سيدنا علي إذا لم يأتي بشهود أربعة أو بينة فأتوا برمته، جيبوا راسه. سيدنا علي هيك حكى. فأنت شو سوى أستاذ محمد، أستاذ شو سوى القانون؟ إجا القانون قال الشرع البكر لا تقتل، والقول الجمهور على أنه إذا لم يكن هناك بينة أو دليل يحاسب ديانة، يعني يحرم عليه الفعل ويتحمل المسؤولية لأنه ما مسؤوليته التنفيذ. أنا اليوم شرعا إذا وجدت ثيب تزني متزوجة تزني، أنا ما أنا مسؤول عن التنفيذ. للتنفيذ يجب أن يكون هناك قاضي إسلامي وحكم إسلامي ومنظومة متكاملة، ولا كل واحد بيعمل حاله هو الحكم وهو الشاهد وأنا الإقرار وأنا المنفذ. نعم محمد، نحن يا محمد نحن رح نوضح الصورة بشكل أكبر أكيد مع الأستاذ عبد المالك، فبتمنى تبقى معنا كمان وتتابع الحلقة للآخر. شكرا لك. متابعين سوية. شكرا لك يا محمد. فيني على تعليق بسيط؟ أكيد تفضل أستاذ ريم. هلأ نحن الشيء اللي عم نحكي لاحظة من خلال إذا عم نعمل مثل هيك إحصائيات سريعة على الاتصالات اللي عم تيجي لحضرتك، لاحظي إنه لما عم تناقش مع الأستاذ عبد الملك بالأمور الشرعية لاحظي قديش عم تكون معلوماته منتقصة. طبعاً يعني احترامي للجميع، ولكن نحن شعب لا يقرأ، نحن مجتمع لا يقرأ ولا نريد أن نتثقف لا بالأمور الدينية ولا بأمورنا الاجتماعية ولا بأي شيء. أنا بحترم طبعا أكيد المشاعر كلها يلي أنه هن أكيد بيخافوا على أخواتهم ولا بناتهم ولا يعني محارمهم، بس بالمقابل يا جماعة نحن بس عم ندعو من خلال هاي الحلقة وهذا المنبر أنه نحن نكون على درجة من الوعي كافية، نأخذ الأحاديث بشكل كامل لحتى نحسن نوصل لحل مثالي للمشاكل اللي نحن عم نواجهها. حتذكر بشغلة وآية كريمة، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. صحيح. شكرا أنسرين لمداخلتك ويعطيك العافية يا رب. أنا بس بدي يعني زوم على فكرة مهمة كتير. القانون العذر المخفف إجا أول شيء لجزئية فرعية، مذهب فقط، مذهب واحد يقول أنه أمام الله لا يجرم، أما في القضاء بالمحكمة يجرم. إجا أخذ الحكم اللي بينه وبين الله فقط ووضعوا قانون على خلاف المذهب، على خلاف نفس المذهب. يعني القانون حتى خالف هذا المذهب، مذهب السادة الحنفية. أمام القضاء إذا راح اليوم أي واحد ارتكب جريمة وما جاب 4 شهود أو جاب بينة من إقرار 4 شهود أو بينة هو يقتل. لكن بينه وبين الله هو فعل الصح. إجوا أخذوا العلاقة بين الإنسان وبين ربه، العلاقة إذا حدث هذه المشكلة علاقته بينه وبين ربه وضعوه قانون، والمجتمع أخذه وجعله هي قانون اجتماعي عام. يعني هون المشكلة. فقتلوا البكر وقتلوا الثيب وقتلوا بالتلبس وقتلوا بالشبهة وقتلوا بحق قتلوا بغير وجه حق وعشرات القتلى. والله أكثر الجرائم التي ترتكب هي ظلم وزور.
والآن سنتابع معك أنسي يعني بالقتل دفاعا عن شرف بباقي الأقسام. نعم، قبل ما أنتقل هاي النقطة كمان أستاذ ريم، بما أنه نحن عم نحكي كتير عن الاجتماع وقديش الناس والمجتمع هو عم بيكون عنده هذا الموروث اللي عم يدفع حتى لدرجة أنه الأخ يقتل أخته أو الأب يمتلك العاطفة اللي تقتل أنه توصل لدرجة أنه يقتل يعني طفلته جزء منه من روحه. للأسف كمان بنشوف أمهات عم تبارك هذا الشيء وبتعتبر أنه غسيل العار هو أهم من أي شيء تاني. فأنا حابة أعرف كيف الطبيعة البشرية ممكن توصل لهالدرجة، هذا من ناحية. خلينا نعترف بشغلة مهمة، أنه نحن مجتمع مليء خلينا نقول يمكن بالعقد النفسية أو الأمراض النفسية أو المشاكل المجتمعية يلي نحن هي متأصلة وإلى جذور حتى. فنحن لما عم تطلع جرائم الشرف هي إلى جذور، جذور يلي هي عبارة عن مشاكل بنفسيتنا، نحن عم تكون هي ترجمة لشيء مخالف لطبيعتنا الإنسانية وفطرتنا الإنسانية السليمة. فبالتالي خلينا نقول أستاذ نيلوفر، لما بدنا نعالج النتيجة اللي عم تطلع اللي هي جرائم الشرف، بدنا نعالج جذور المشكلة من الأساس. راح الاتصال، ولكن نحن مكملين أكيد معكم ببرنامج أنتي أدهى مع الأستاذ ريم، وأيضا رجعتي معنا أستاذ ريم. آسفة، تمام، فصل يمكن شوي. فبالتالي أنه نحن لما منقول أنه مثلا هاي كيف خلينا نقول والله رضيت أنه مثلا أم تبارك بقتل ابنها ولا شيء ولا بنتها عفوا، وابنها هو اللي يقتل يعني كمان بالنهاية يفوت على الحبس. انت قديش هي منافية لفطرتها الإنسانية، قديش هي عندها معناتها عقدة نفسية معينة لحتى هي المشاعر عاطفة الأمومة عندها ومشاعر الأمومة عندها ترجمت لشيء غلط منافي لقانون طبيعي طبيعة كامل. فهذا الشيء اللي كمان نحن لازم نعالجه من جذوره. كمان بدي ضوي على نقطة كتير مهمة أستاذة نيروفر، أنه نحن حتى ما نظلم الأبهات والأمهات يلي عم ياخذوا هذا خلينا نقول ردة الفعل، في عنده نقطة كتير مهمة لازم نركز عليها. الشباب والصبايا يلي عم يمارسوا خلينا نقول العلاقة بخارج إطار الزواج، عم ينتج عنا حقيقة مشاكل اجتماعية كتير كبيرة، وأهم عم يكون هي الأطفال اللقطاء. طب هاي النقطة كمان نحن لازم نضوي عليها. نحن طبعا عم نعالج مشاكل جرائم الشرف، ولكن في كمان نقطة تانية لازم نضوي عليها، انه اذا مثلا ما كان في قانون واضح لتنظيم خلينا نقول هاي يعني العلاقات الغير صحية او الغير صحيحة، فبالتالي عم ينتج عنا مشاكل اجتماعية كمان كتير كبيرة. فلكن كنت عم قلك انه الموضوع جدا معقد وله كثير جذور. نعم. لانه هو لما ما يعني ما عم نعالج الموضوع بالقانون بشكل صح ولا بالشريعة بشكل صح، ونحن ما عم يعني ما عم نحاول انه نعمل حملات توعية مثل ما خبرتك، عم ينتج فعلا مشاكل اجتماعية اكبر بكثير بسبب هي القصص. نعم، أنا رح أرجع أكيد أستكمل بعض النقاط المهمة بعد الموجز الإخباري. شكرا كتير إليك أستاذ ريم، أكيد رح نرجع نحكي أكثر بالتفاصيل عن هذا الموضوع، ومعك أستاذ عبد المالك رح نكمل معكم بعد الموجز الإخباري. موجز إخباري يأتيكم من راديو روزانا لأهم وآخر الأخبار المحلية والدولية، أهلا بكم.
قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني إن الاحتلال الإسرائيلي قصف معسكرا قيد الإنشاء يتبع لقوات النظام السوري شرق سوريا صباح الاثنين دون وقوع خسائر بشرية. وقال مراسل روزانا سريا الديري أمس الاثنين إن عدة انفجارات وقعت جراء قصف جوي لطائرات حربية مجهولة استهدفت مقرات للقوات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف أسفر عن مقتل 18 مقاتلا لم تعرف جنسياتهم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر موالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أجرت محاولة فاشلة أمام الاثنين لقصف أهداف إسرائيلية من الأراضي السورية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عددا من الصواريخ تم إطلاقها من ضواحي دمشق موضحا أن جميعها فاشلة في الوصول إلى إسرائيل، وحمل النظام السوري مسؤولية جميع الأحداث التي تجري من داخل سوريا. نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في تصريح صحفي أمس الاثنين صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن سوريا مدينة لروسيا بثلاثة مليارات دولار، وأشار إلى أن دمشق مدينة لموسكو لكن المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي. ونشر صحيفة تايمز البريطانية في وقت سابق أمس الاثنين خبرا ما فاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب من نظيره السوري بشار الأسد دفع مبلغ قدره 3 مليارات دولار لتسديد دينهما. قال فريق منسق استجابة سوريا أمس الاثنين إن حصيلة الضحايا المدنيين منذ توقيع اتفاق سوتشي وحتى تاريخ 9 أيلول الحالي بلغت 1400 مدني. ووثق الفريق في تقريره خروقات قوات النظام وروسيا خلال الأسبوع الأول من إعلان وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد والتي بلغت 26 خرقا في كل من أدلب وحما وحلب واللاذقية. أخيرا، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني نضال الطعاني أمس الاثنين إلى إعادة العلاقات بين الأردن وسوريا إلى ما كانت عليه قبل عام 2011. وأشار الطعاني خلال لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالقائم بالأعمال السورية في الأردن شفيق ديوب، أشاروا إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين سوريا والأردن وتحديدا الاقتصادية منها وحل القضايا العالقة ولا سيما الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية التي تدخل الأراضي السورية وملف المياه ونقل البضائع. ختام الموجز، إلى اللقاء. نتابع معكم برنامج انتي ادهى على هوا راديو روزانا. عم نناقش اليوم موضوع جرائم بدافع الشرف او بوجود عذر دفاع عن العرض وبالتالي العذر المخفف من القانون. هل انتم مع الغاء هذا العذر المخفف لمرتكبي الجريمه ام لا؟ بنتابع معك أستاذ ريم مجددا، أخذنا من وقت حضرتك عما كنا متفقين. حابه اسال حضرتك ايضا، يعني هون التربية كيف هي بتلعب دور وشو نصيحتك لأولياء الأمور؟ يعني أنت حضرتك ركزتي أنه لازم نرجع لجذور المشكلة، فكيف ممكن يعني يكون التربية إلى دور جدا بهذا التمييز الحاصل؟ بداية خلينا نقول أنه نحن إذا بدنا نناقش الموضوع قانوني مثل اللي هو العذر المخفف أو خلينا نشوف، يعني برأيي الشخصي أنه هي
جلسات الحوارية اللي رح تصير مع رجال القانون، يعني خلينا نقول نعطي كل اختصاص لأصحابه. الآباء والأمهات لو قعدوا مع رجال القانون وحكوا بالنسبة للعذر المخفف، هل هو صحيح نلغي، صحيح نزوده، صحيح هاي المواضيع كلها، يطرحوا مخاوفهم خلينا نقول كآباء وأمهات بالنسبة للقانون، يطلع القانون منهم، يعني يطلع من الأبهات والأمهات أو حتى يعني خلينا نقول الشباب والبنات كأخوات أو كأزواج، يعني أنه أنا شو بناسبنا مثلا نحن، أنه شو يكون القانون، يعني في حال أنا لجأت لهذا الشيء شو رح يكون العقوبة اللي رح واجهها؟ هل هو صح اقتل أنا من حالي هيك روح اقتل وخلص وانتهى الموضوع وانا اطبق القانون وانا اللي مشي وانا اللي اقول عليه صح وهيك؟ فهي اول شغله. ثاني شغله برايي انه كثير لازمنا اعداد مع يلي عندهم مرجعيه دينيه. نحن طبعا بتعرفي انه يعني بوقت صرنا ما فينا نقول للكل انه تعالوا يلا للمرجعيه الدينيه، طيب اوكي ما عندكم ما بتكون المرجعيه القانونيه، في اشخاص بيحبوا انه يرجعوا للامور القانونيه، طيب ماشي هدول الاشخاص خلينا نهيئ لهم جلسات حواريه مع رجال القانون لحتى ندرس الفكره من الناحيه القانونيه. طب تعالوا كمان نعمل جلسات حواريه مع رجال الدين. لما حنيجي نتناقش بديننا كثير حلو انه نكون نعرف القصه من الاي تو زد. مثلا لما قال رب العالمين انه جيبوا 4 شهود، طب ليش اشمعنى 4؟ لأنه معناتها في هدف من الموضوع وفي حكمة. رب العالمين معناتها بهي الناحية يمكن آمر بالستر، فبالتالي هو حط 4 لأنه يمكن مستحيل على هيك قضية يجتمع 4 شهود. طيب خلينا نعمل جلسات توعية أنه طيب مازال في ستر، طب شو الحل؟ طيب نرجع للأمر اللي هو أهم، أنه كيف بنعالج القصة عند الشباب والبنات بحيث الأصل أنه ما تصير هيك علاقات خارج إطار الزواج. نحن بالنهاية بمجتمع عربي بيحكموا خلينا نقول مو عرف وعادات التقاليد، إذا نحن هلأ ما عم نحكي عم يحكموا شريعة إنسانية، شريعة دينية تناسب طبيعتنا الإنسانية. أي شيء عم يخالف هي خلينا نقول الشريعة، فبالتالي نحن عم نخرج عن إطار المألوف. في تشبيه كثير بحبه أستاذة نيلوفر، خلينا نقول رب العالمين حط لنا كتالوج، يعني أي شيء أنت ما بتشتري قطعة كهرباء جديدة بيجي الدليل معها، تماما بتفتحي على الدليل أو الكتالوج لحتى تشوفي أنه كيف تستعمل. ذات شيء نحن كإنسان يعني كبني آدمين الله حاطط لنا كتالوج معين لحتى نشتغل صح ولحتى نكون أشخاص فاعلين صح ولحتى نحصل على خلينا نقول فترة سليمة وفترة صحيحة ننتج نكون أشخاص منتجين بالمجتمع، لازم نقرأ كتالوجنا صح، نقرأ دليلنا صح. نعم نحن معناتها بحاجة لا جلسات توعية مع الأخصائيين الاجتماعيين، أخصائيين نفسيين، معالجين نفسيين، أطباء نفسيين، لحتى نشوف سبب هاي الممارسات الخاطئة. يعني إحنا ما فينا نقول عليها غير إنها خاطئة، نعم. يعني خلينا نحط في ضمن إطاره إنه هاي الممارسات الخاطئة كيف نعالجها لحتى ما يكون ضحيتها. أنا فعلا كتير متعاطفة يعني مع الأطفال اللي بلاقيها بالشوارع يلي هي اللقطاء، فإنه لحتى نحل كمان هاي المشكلة اللي هي نتيجتها الممارسات الخاطئة. نعم، بدي أشكرك جدا أستاذي ريم صباغ الاختصاصية النفسية والاجتماعية لوجودك اليوم معنا ببرنامج أنتي أدهى. شكرا كثير لضيفكم ولحضرتكم للموضوع اللي مختارينه، وعسى إن شاء الله إنه يعني من هالحلقة البسيطة نحسن إنه ضوينا على أمور يمكن كانت غايبة على عقولنا كلياتنا. نعم، شكرا كثير لك أستاذ ريم، سعيدة أكيد بوجودك معنا. يعني شكرا، باي باي.
يسعد أوقاتكم من جديد. سعيدة أكيد أنه أنتم متابعينا وعم تابعوا معنا هذا الموضوع، وأكيد رح أخذ كل الاتصالات الموجودة معي. خلوني أرحب أيضا بالأستاذ المحامي والناشط أيضا في حقوق الإنسان الأستاذ عبد المنعم قشقش، موجود معنا أيضا بالاستوديو. وأهلا وسهلا فيك أستاذ عبد المنعم. أهلا وسهلا بكم جميعا. أيضا ما زال معنا الأستاذ عبد المالك أتاسي، أهلا وسهلا فيك. أهلا من جديد. أهلا وسهلا فيكم الأستاذ اللي انضم جديد. كتير مهم أن نعالج الموضوع من الناحية الدينية وأيضا من الناحية القانونية، واليوم نحن عم نناقش الغاء العذر المخفف، هل هني مع أو ضد هذا الشيء. رح نأخذ الاتصالات الموجودة معي إذا بتسمحوا لي قبل الإعلان. رح نأخذ اتصال الموبايل. ألو 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 ألو، يسعد مساكي. أهلا عبد الرحمن ومساك، تفضل. الله يفضلك. أنا بحب أنا بدي على شغلة إنه بالعجلة الندامة ومتأني كلامي. أي واحدة؟ نعم. اثنين بقول لك من ما بعرف حديث، ما بعرف آية من القرآن، بقول لك إنه رأيتم صراحة بستر. في أسماء الله الحسنى بقول لك الستار، يعني الله بحب الستر. لكن اللي عم بيصير بالمجتمعات هو العكس تماما. بالعكس تماما، يعني الله خلقه نعم نفكر فيه، يقول لك التأني السلامة والعدل الندامة، يجوز انت تظلم الشخص المقابي لك. نعم. بحط اخر يعني اخر كي بفكر فيه، يعني انه ارتكب الشغلة هاي، هاي بالنهاية بحطها. نعم. يعني هل انت مع الغاء هذا القانون عبد الرحمن؟ طبعا يكون فيه ظلم بأشياء. نعم. يعني كثير ما يعتبروا ظلم. نعم. يعني شكرا كثير لك عبد الرحمن. بناخذ اتصال الواتساب. الو الو، مرحبا. يا هلا، تفضل. مين معي؟ عم بقول عندي بس كم سؤال. محمد. اهلا وسهلا محمد، تفضل. عندي كم سؤال للشيخ اللي الاستاذ عبد المالك. نعم شديد له انه في ثلاث شغلات انا مالي فقيه في الدين كتير، يعني بدي اسالك اياها بالعاميه. في ثلاث شغلات الانسان اذا مات يعني بسبيله بيروح شهيد، شو هن؟ من قتل دون ماله ودون عرضه ودون ارضه فهو شهيد. انت يا عيني يا حبيبي، نحن مجتمعاتنا وتقاليدنا وكل حكينا، انت لو وقف معك هالموقف هذا تدخل تشوف مرتك او اختك ولا بنتك لا سمح الله بهيك شيء، انت مع انه ما تقتله؟ لا لا، يعني انه والله العظيم ما بعرف بحكي. تمام، فهمي، وصلت الفكره. هل انا سالتزم بامر الله ام سالتزم بامر المجتمع ورؤيه المجتمع؟ اذا تسمح انا يعني اجى الاستاذ وراح اخذ نقطتك، معلش بس رد لانه اسئله شرعيه. تسمح لي استاذ، تفضل. اسم الكريم استاذ محمد. استاذ محمد، الأخ المتصل جمعة أيضا ذكر ومن قتل دون أهله ودون عرضه ودون ماله والحديث صحيح فهو شهيد. قبل ما أذكر لك الحديث رح روح أذكر قصة قصص حدثت بحد ذاتها مع صحابي. الحديث ومن قتل دون دون أرضه دون ماله دون عرضه فهو شهيد، هذا حديث عام، والحديث اللي عم بقول لك هي الحديث الصحيحة اللي حصلت مع الصحابي. شوفي أنسي هنوضة ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اسمع أستاذ محمد، الحديث صحيح أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة قال لرسول الله: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ ما هذا سؤالك؟ طيب أستاذ محمد، يعني سيدنا يعني سعد عم بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هون أنا خلينا نساعد شوي أكثر، يمكن قصدهم أنه من قتل دون عرضه فهو شهيد، أنه الرجل هني برأيهم هون عم بيقتل دون عرضه، يعني عم يحمل عرض. رح أقول له حديثين وأرجع للحديث ومن قتل دون عرضه ودون عرضه. تمام، سيدنا سعد بالحديث الصحيحة عم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ شو بتجاوب؟ جاوب محمد بدال النبي، انت جاوبني. طو حديد لحتى يروح يجيب اربعه يقول لهم انا مرتي عم تخوني ولا يفرجيهم هالحكي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، انا ما الكارثة اللي بيخالف النبي وبيخالف الله. شو سيدنا النبي شو جاوبه؟ قال نعم والحديث صحيح
انتبه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لسعد ان يقتل الرجل، ولذلك يتبين بقوله نعم والا ستجلد حد القذف. الحديث الاخر رواه الامام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بالاسماء اسماء صحابي كله، ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي بشريك بن سحماء، ذكر انه كذا كذا القصه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينه، جيب البينه والا حد في ظهرك. فقال هلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا مع امرأته أن يلتمس البينة، عقله ما بيتحمل، هذا مثلك إيه يا رسول الله، وأنت أصبر أنا هذا أنا جوابي. اسمع شو بقول لك النبي، أنا شفت شيء بعيني يعني. اسمع شو بقول لك النبي، قال له يا رسول الله مثلك هذا الصحابي، ها إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أن يلتمس البينة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد بظهرك، بدك تصبر لأنه الله أمرك بالصبر، وبتقتل لما أمر الله بأمرك بالقتل، وبتصبر لما الله بأمرك بالصبر، ما على كيفك. الحديث اللي ذكرته يا أستاذ الكريم، أنا ذكرت لك حديث صحيحة خاصة بهذه الحالة بدقة جدا بالموضوع اللي احنا عم نحكي عنه. أما الحديث الذي ورد بالحديث الصحيح أن من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، فكل الجمهور العلماء قالوا أن هذا الحديث عام، ومن قتل دون ماله في معرض الدفاع الشرعي يتحدث عن دفاع الصائل على المال. الصائل أنا جد أخذ، أنت جدك تأخذ مالي، بقتلك. أنت إجيت بدك تأخذ زوجتي، عرضي، أهلي، بقتلك. دفاع عن الصائل. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث مراتب. نحن عنا قضاء، نحن ما مننفذ من رؤوسنا، نحن مسلمين ملتزمين بأمر الله. لحظة آخر قصة راح أحكي لك إياها. طيب محمد، يا محمد تسمحي لي بس أحكي له آخر قصة. سيدنا أبو موسى، سيدنا أبو موسى الأشعري وهو قاضي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي، حدثت قصة أن في عهد سيدنا معاوية أن رجلا تحدث بنفس القصة التي نتحدث عنها، أنه رأى زوجته بالوضع الكذا كذا، فسيدنا معاوية قال له أنا ما بعرف الحكم. تمام. قام سيدنا أبو موسى الأشعري أحال إلى سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، ونحن في ذكرى عاشوراء، أحال لمين؟ لسيدنا علي. في حد بيناقش في أرجل من سيدنا علي؟ في والله ما في أرجل. فقال علي رضي الله تبارك تعالى عنه أنا أبو الحسن، أنا أبو الحسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطي برمته، بدي شيل رأسه، أنا أبو الحسن، أنا بالتزم بأمر النبي. المراجل هي الالتزام بالشرع بالحكم الشرعي. نعم. ما المراجل الساوي اللي براسي؟ آسف أطلت بالإجابة وبعتذر من أستاذنا محمد. بعتقد أنه هيك وصلت الفكرة، أنه هون أنت مطلوب منك يكون في عندك شهود حتى بالوضع الشرعي. إذا في عندك أي سؤال محمد بتمنى تبقى معنا، تبقى تشاركني فيه عبر الواتساب، لأنه في عندي فاصل إعلاني. تفضل سريعا يا محمد، بعتذر منك ما رح بقدر. يعني نحن العذر مو نحن الجيل الجديد ما لنا مصدع، يعني العذر من قدامه، هذا هيك يعني التقاليد. نعم التعادات والتقاليد صحيح. أحسن. أحسن. نعم أحسنت. لازم نحن نتعلم الحكم الشرعي الحقيقي ونطبقه. نعم نحن بعد الفاصل الإعلاني أيضا رح نتوقف مع استطلاع للرأي، برأينا أنه هل في شيء بيبيح القتل العمد أيا كانت الأسباب، رح نتابعه أكيد، ولكن بعد الفاصل الإعلاني. عم تسمعوا إعلاناتكم على 98.5 FM على روزنا. واو شو هالشعر الحلو، شامبو نسمة، وشو السر بنسمة، زيت الزيتون والكرياتين، وإيديكي شو ناعمين، كمان كريم مطري نسمة بزيت الزيتون. قولي هون دفعة واحدة، الشامبو والكريم والواكس للشعر، أما المطري فللإيدين والجسم، وطبعا لا غنى عن صابون الغار. مع نسمة بتصير برقة النسمة. نسمة كوزمتيك توجدنا نفس المصنع يردم جولان إرنلر. الوكيل العام شركة الحموي، الشركة الأولى التي تعمل حسب المواصفات التركية والعالمية.
شيف شاك، الطعم الطيب بيستناك. شيف شاك، الجمعة ما بتحلى بلاك. شيف شاك، كل لحظة متعة وياك. شيف شاك، أبدا ما بقى عنا شك إنك أطيب، إنك أشهى. بسي شايفة هو على بعضها شو صاير معك؟ سافرت أسبوع رجعت على بيتي قلت بعمل لها إياها لمرتي مفاجأة. إيه؟ دخلت على البيت شفت صبية بتشيل يا زلمة لك قمر كاملة مكملة. إيه؟ سألت عن مرتي وبس حكيت طلعت هي مرتي. اللي بتشيل؟ اللي بتشيل يا سيدي رايح على مركز كلابيك عاملة تصحيح الابتسامة اللسوية فيلر تحت العين والأنف والشفايف وخطوط الضحك والتكساس وعاملة إزابة للغبغبة وعاملة تبييض المناطق الداكنة والبلازما بين للتجاعيد. إيه حلو؟ لك بعرف حلو، المشكلة إنه زعلت كيف ما عرفتها غير من صوتها. كلابيك موجود لا يعتني بجمالك. غازي عنتاب جانب محطة ماسل باري، هاتف 035-022-47-88. لإعلاناتكم على راديو روزانا الاتصال بالرقم 0555-0032-888. يسعد أوقاتكم من جديد. بما أنه الأستاذ عبد المنعم معنا يعني، واليوم نحن عم نحكي عن القانون السوري وقانون العقوبات السوري بخصوص جرائم بنسمها الدفاع عن الأرض والعذر المخفف اللي قدم للرجل دون المرأة، نحن اليوم نطرح إلغاء هذا القانون، فحاب يبدأ مع حضرتك لنحكي أكثر عن هاي المواد يلي وردت بالقانون السوري ومصدره والسبب أيضا يعني أنه شو هو الدافع الشريف اللي ورد بالقانون وبالتالي عطى هذا العذر المخفف؟ بداية مساء الخير جميعا. الموضوع هذا حساس جدا، فلذلك لازم نحكي عنه بتفصيل، وأمور الشرع داخل فيه دخول يعني كامل، لأنه نحن كمسلمين نخضع للشرع والقانون ولا نخضع للعادات والتقاليد، لأن العادات والتقاليد غالبا قد تكون مخالفة للشرع والقانون نتيجة تراكمات البيئة والثقافة والعادات الاجتماعية القديمة. بالنسبة للدافع الشريف، هو نصت عليه المادة 192 من قانون العقوبات اللي قالت إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالتخفيف على نحو الوارد في المادة، تخفيف من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت، والتخفيف من الحبس مع الشغل إلى الحبس البسيط. يعني هذه المادة جاءت في قانون العقوبات القسم العام، هي خاصة بجميع الجرائم وليست مخصصة لجريمة القتل بدافع شريف. جاء العذر المخفف في المادة 548 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يستفيد من عذر مخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته في جرم زنا مشهود أو صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتله أو قتلهما معا بغير عمد، فتكون العقوبة من 5 سنوات إلى 7 سنوات. فيجب أن نميز بين الدافع الشريف التي نصت عليه المادة 192 وبين العذر المخفف الذي نصت عليه المادة 548. الدافع الشريف المادة 192 يتعلق بجميع الجرائم، المادة 548 تتعلق في الجريمة بدافع الشريف يعني دفاع عن الشرف. المادة هاي كانت قبل أن تعطي للجاني عذر محل، لكن في عام 2009 المشرع السوري عدل المادة وألقى
العزل المحل، يعني كان من يفاجئ زوجه يقتله بحال التلبس يستفيد من عذر محل لا يعاقب نهائيا نهائيا. نعم. ثم نتيجة ضغط المنظمات النسوية والمنظمات المجتمع المدني عدلت المادة فأصبحت عذر مخفف فقط. طيب نعم، لكن هون هذا العذر هو فقط في حالة واحدة، اللي يعني هون زوجه المقصود فيها من الرجل للمرأة، ولا شمل الرجل والمرأة بهالحالة؟ المادة هنا في العذر المخفف تشمل فقط المرأة. الحقيقة هذه المواد تتعلق بالعذر المحل والعذر المخفف نحن ورثناها عن القانون الفرنسي الذي جاء إلينا عن طريق القانون العثماني الذي أخذ من القانون الفرنسي، وكرست في المواد القانونية السورية وقانون العقوبات السوري، فهي من القانون الفرنسي أصلا، يعني هي قيم غربية ليست قيم شرقية أو إسلامية بحد ذاته. الإسلام يعتبر هذه الجريمة هي جريمة قتل، كانت دافع شريف أو غير شريف هي جريمة قتل ولا يعفى الجاني من العقوبة أبدا. والأستاذ قبلي أستاذ عبد الملك أخبر أنه يعني قتل المسلم من أعظم الكبائر، والمسلم لا يمكن أن يستحل دمه إلا بثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة التارك للدين، ليس كذلك؟ الثيب الزاني الذي ذكر في الحديث هو للرجل والمرأة، أي الإنسان المحسن، الرجل المحسن أو المرأة المحسنة إذا ارتكبت جريمة زنا فعقوبتها القتل. لكن هون كان في إلى شروط وتحدث عنها الأستاذ أيضا معنا عبد المالك، لكن هون طب يعني إذا يعني كل هالسنوات لليوم ما زال نص القانون التشريعي فيه تمييز بامتياز، لماذا لم يعني ما تم تغييره لحد هاللحظة؟ المشكلة أن المجتمع السوري هو مجتمع ذكوري من البداية، والرجل هو الذي يدافع عن شرف العائلة وشرف الأسرة ويقوم بجميع المهام التي تتعلق بصيانة سمعته وسمعة أسرته. فنحن مجتمع ذكوري ورثنا هذه النظرة إلى المرأة. الحقيقة أن الموضوع الشرف هو موضوع شخصي، الرجل قد يكون شريفا والمرأة قد تكون شريفة، وهذا لا يعطي الحق للرجل بأن يكون هو الوصي على شرف المرأة حتى يعاقبها إذا أخلت بالشرف. الجاني الذي يقدم على قتل زوجته أو ابنته أو أخته يعني هو لا يقوم بجريمة شرف، ويقوم بجريمة هي تسمى لا شرف أصلا، لأنه في الأساس لو كان عرف أن يختار زوجته من بيئة يعني ليست متثيبة أو بيئة ليست فيها رزيلة، أو استطاع أن يربي ابنته تربية صالحة وجيدة، لا يمكن أن يقع في هذه الجريمة. وأصلا الوقوع في مثل هذه الأخطاء لا يعالج بجريمة أكبر منها، بالتالي هو يخسر الدنيا والآخر، ويخسر ابنته، ويخسر يعني كل شيء يخسره في حياته. نعم أستاذ عبد المنعم، إذا بتسمح لي نحن أيضا رح نناقش هذا الموضوع، خاصة أنه أحيانا بيكون في يستغل كنوع كحجة لتخفيف أو لثأر بين وبين هاي المرأة والحصول على ميراث، أو حجة للتخلص منها، فبيكون وجود هيك قانون مخفف بيعطي الفرصة لإلصاق هاي الشبهات فيها. نحن رح نحكي أكثر، بس خلوني معكم أيضا أستاذ عبد المالك نسمع هذا الاستطلاع للرأي اللي أجرى مراسلونا لحتى نعرف رأيهم، أنه هل برأيهم حجة الدفاع عن الشرف هي بتبيح القتل العمد؟ قتل المرأة في سبيل الشرف بالادعاء عن الشرف أو الدفاع عن الشرف، أعتقد أن هذه مأساة كبرى يجب أن نتجنبها ولو قليلا. يجب ألا تقتل المرأة في هذا بهذا الشكل الوحشي الذي نراه، وهناك شرف، ولكن ليس الشرف هي المرأة فقط، الشرف الدفاع عن الوطن هو الشرف الأكبر، الدفاع عن البلاد، الدفاع عن الحقوق هي الشرف الأكبر، ويجب أن تنتهي هذه المشكلة وهي مأساة كبرى. أنا برأيي هذا الشيء ما بيبيح أنه الإنسان يزهق روح بحجة الشرف، في كتير طرق الإنسان ممكن يحل فيها هاي المشاكل نهائيا، لأنه بالنهاية بيضل هذا إنسان وبيضل هاي روح. يعني طبعا القتل المتعمد جريمة،
ودين الإسلام حرم القتل المتعمد. هناك حلول، حلول سياسية، حلول اجتماعية. أعتبر أنه القتل المتعمد قتل جريمة بشعة، والإنسان يخطأ، يعني الإنسان يخطأ، ودين الإسلام دين التسامح. طبعا بالتأكيد الدفاع عن الشرف هو نفس الدفاع عن النفس، عن الأهل، عن العرض، عن الدين، عن الأرض. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. يعني فبالتالي الدفاع عن الشرف، دفاع عن النفس، ويحق أني أقتل أنا دفاعا عن نفسي ودفاعا عن شرفي. جرائم الشرف قديمة وليست جديدة، وفي كل العصور. الأرض شرف، كل جسم المرأة شرف. يجب أن نفتش على أسباب هذه الجريمة. لماذا؟ قد يكون غلاء المهور، قد يكون الوضع السيء. لماذا لا نترك المرأة أو الفتاة تشعر بتمارس حريتها؟ فإذا مارست حريتها، وإذا لا يوجد مانع أن يحب الشاب فتاة وثم يتزوجها، ولكن كل هذه ممنوعة، فنشاهد تحدث هذه الجرائم. أنا لست مع جريمة قتل فتاة بسبب هذه الأفعال. نحن ديننا شرعنا الدفاع عن الأرض والعرض والشرف، فهالشيء بديننا يعني مثل الدفاع عن النفس. نرجع لنكمل معكم أكيد برنامج أنتي أدهى على هوا راديو روزانا، مع ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو: الأستاذ عبد المالك تاسي والأستاذ عبد المنعم قشقش. الأستاذ عبد المنعم المحامي أيضا والناشط في حقوق الإنسان. يعني نحن حكينا عن التشريع، أنه وين مصدره بالنسبة للقانون السوري، وعدم وجود تعديلات لهذا القانون طول فترة العمل فيه. أيضا يعني من هون حابين نضوي شوي على القوانين في الدول المجاورة في حال هاي القصص المشابهة اللي بتصير بالمجتمعات. تمام. أنا بداية بدأ يعني بالنسبة للاستطلاعات الرأي طلعت، فالكلام في خلط أنه هو يدافع عن شرفه، يدافع عن شرفه من المعتدي وليس بقتل المعتدى عليه. ففي هيك توضيح إنه نحن قوم وحل لنا أن ندافع عن شرفنا. طبعا ندافع عن شرفنا تجاه المعتدي والغاصب والمحتل اللي يحاول يعتدي على عرضنا. لكن أما إذا وقعت الجريمة وابتلينا في بلوى، فأنا برأيي نحن كمسلمين مخيرين بين ثلاث أشياء: أما النصيحة والتوبة والستر، أما التطليق أو الطلاق، أما اللجوء إلى الحاكم أو إلى ولي الأمر ليوقع العقوبة المستحقة في القانون وفي الشرع الإسلامي. فحبيت أوضح هذه النقطة. بالنسبة للقوانين في الدول العربية والدول المجاورة، أنا قلت أن هذه المادة جاءتنا عن طريق القانون الفرنسي بواسطة تبنيها من قبل القانون الجزائي العثماني عام 1856. 1810 نص عليها القانون الفرنسي بالحرف كعذر محل. بالنسبة للقوانين في البلاد الثانية، أتوقع أنه في لبنان تم إلغاء هذه المادة، لكن تم إلغاءها من القوانين، لكنها لم تلغى من المجتمع ومن أعراف المجتمع. لا زالت الجريمة موجودة، ولا زال القضاء يخفف عن الجاني في العقوبة بحيث أنه يستفيد من هذا العذر المحل ولو لم ينص على القانون. في الكويت منذ عام 2014 يوجد منظمات نسائية قوية تدافع عن إلغاء هذه المادة وتعديلها، ولحد الآن لم يستطيعوا تعديلها. لكن أنا أرى أن الموضوع هذا يحتاج إلى تغيير في ثقافة المجتمع والتعديل في مناهج المدرسية والتربية جيل كامل على التمثل بالقيم والمبادئ والأخلاق، وأن الجريمة جريمة سواء كانت دفاع عن الشرف أو لم تكن دفاع عن الشرف. نعم. أيضا رح أرجع لعندك أستاذ عبد المالك، يعني نحكي بهذا الموضوع، وكنا حابين أن نعرف يعني لماذا يطغى الجهل بالدين اليوم بمجتمعاتنا، بالرغم من وجود يعني منصات كبيرة وكثيرة لحتى تقديم التوعية، ولكن في جهل بالخطاب الديني. صحيح. السبب الرئيسي أنا هلا يعني بحسب استطلاع الرأي، بحسب المداخلات، لحد الآن ما حد بيعرف شو الحل الشرعي.
مشكلة وقعت أمام هذا الرجل بعينه في بيته، ما هو الحل؟ يعني خلص بدنا نقول له لا تقتل ولا تعمل شيء، ولا شو هو الحل؟ هل هو الطلاق؟ هو نزل في هذا قرآن كريم واضح. نعم. والآن سأتلو على الإخوة المستمعين، سأتلو عليكم جميعا قول الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسألة، في مثل هذا الحكم نزل القرآن الكريم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ونحن لأمره ملتزمين. فقط المراجل بالتزم بأمر الله. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والذين عم بعيد الآية، يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ندخل لشرح الآية الكريمة. كما حصل مع صحابة رسول الله في الأحاديث الكثيرة، قرأنا 3 أحاديث بالحد الأدنى في هذه اللقاء. رجل دخل فوجد هذه الحالة، يذهب إلى القاضي المسلم. طبعا قلنا أن القتل له 4 شهود، الحد تحدث بالأعراض يجب أن يكون عليه 4 شهود، وإلا الحد حد في ظهر اسمه قذف. فبدل كل شهد له يمين. أول يبتدأ يحلف أمام القاضي المسلم: أقسم بالله العظيم، أشهد بالله العظيم أني من الصادقين، ويحلف 4 أيمان عما رأى. ثم هي يدرأ عنها العذاب، يدرأ عنها الملامة، أن تحلف بالله 4 أن تحلف أقسم بالله العظيم، أشهد بالله العظيم أني أنه من الكاذبين، ثم تحلف 4 أيمان أن هذا الأمر لم يتم. وهذا ما يسمى في شرع اللعان. خلص كل مين بيحلف، هذا يحلف أن حدثت الحادثة، وهي تحلف أن الحادثة لم تحلف. فإن حصل اللعان حصل طلاق بائن. نعم. لا يقتل ولا تقتل ولا تنقتل ولا تقاتل ولا تريق الدماء ولا شيء. في قاضي، هذا حكم الله، هذا نص الله تبارك وتعالى. لمن أراد أن يلتزم بالإسلام، لمن يدعي أن شرفه بالتزام دينه، فليلتزم بأمر الله تبارك وتعالى. 4 أيمان أمام القضاء، ينتهي العلاقة الزوجية بالطلاق، وكل يذهب. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذا الحكم هو حكم الحكيم. نعم. نحن أكيد رح نكمل معكم، لكن أيضا رح تنضم لنا السيدة ديما دهني، وهي ناشطة نسوية وأيضا باحثة في مركز الشرق للدراسات. رح نجري معها الاتصال، وأثناء هذا الاتصال رح ناخد استطلاع آخر للرأي حول موضوع للحلقة، وهو: هل أنتم مع إلغاء العذر المخفف لمرتكبي جريمة ما يسمى بالدافع الشريف؟ هي المادة، لأنه جريمة بتبقى جريمة، وهي اللي تنقلها مجتمع، يعني العادات والتقاليد اللي هي جريمة الشرف، أبدا ما بتبرر وجود القتل. قلت أكيد أنا مع إلغاء هذا العذر، لأنه في كتير أمور عم تصير أو عم يتم تحريض الشباب على قتل الفتيات بهذا السبب، وغالبا بيطلع السبب هو كذب تحريض كيدي. مهم جدا يكون في تحقيقات، يكون في روادع لهاي الأمور اللي عمال بتصير. فأنا أكيد مع إلغاء هذا العذر، لا يفكر الإنسان بهذا الأمر أكثر من مرة قبل ما يقدم عليه. لا أبدا ماني مع تخفيف هذا الحكم بهذا الشيء، لأنه لما منخفف حكم بهذا الموضوع فنحن عم نشجع باستمراريته، وبأنه العالم تتداوله أكثر، يعني عم نشجع عليه. هلق ليش ماني مع هذا التخفيف؟ لأنه في كتير وسائل طرق للتربية أو حلول غير القتل. فالقتل يعني أبدا ما حل، وأبدا يعني كل الأديان وكل مذاهب بالدين هذا الشيء. وبعدين كتير بيرجع يعني أفكار متخلفة، فنحن لما نعامل الإنسان بطريقة محترمة وهام ما رح يغلط بهذا الغلط اللي بيستاهل القتل. عدل المشرع السوري المادة 548 من قانون العقوبات فيما يخص قتل بالدافع الشريف بعد أن كان عذر محل في جريمة الزنا المشهود، وعذر مخفف
في حالات أخرى مثل الخلوة المشبوهة أصبح بموجب التعديل عذر مخفف في حالة الزنا المشهود من 5 إلى 7 سنوات، وأعتقد أن هذه العقوبة كافية، لذلك أنا لست مع إلغاء التخفيف. طبعا بنتابع معكم برنامجنا، وبتنضم لنا عبر الهاتف الأستاذة ديما دهني، وهي ناشطة نسوية وباحثة من مركز الشرق للدراسات. يسعد مساكي أستاذة ديما. يا هلا نيدوبر ومساكي ديما. اليوم نحن عم نناقش موضوع جرائم بدافع الشرف، وحابين نعرف قد ايه مهم اليوم دور المرأة بتغيير هذا الموروث الثقافي، يعني اللي موجود للأسف بمجتمعاتنا بشكل كتير كبير، وما زلنا لليوم عم نسمع عدد كبير من القصص عم بتصير. حقيقة يعني دور المرأة هو دور أساسي. نحن إذا ما وصلنا لمرحلة عم ندافع فيها عن حالنا، عن حقوقنا، عن الشغلات يلي بنطمح إنه نحن نغيرها، ما حنقدر نعمل هذا التحشير يلي بدنا إياه. فدور المرأة هو دور أساسي. كمان بنفس الوقت ما لازم ننسى دور شركائنا بالمجتمع يلي هو كمان الرجل. يعني العبء مو بس بيوقع على المرأة، النساء بطبيعة الحال. ألو ألو معاكي، تفضلي ديما. ألو ألو عم نسمعك. ألو 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 نحن عم نسمعك ديما، تفضلي. تمام طيب تفضلي. نحن هون عم نحكي عن دور المرأة، وحابين كمان نعرف كيف ممكن نساعد انه نكون نحن كنساء، وحتى ك يعني معنيين بالأمر، انه نكون نحن قادرين نخلق ادوات تغيير توعية تساهم فعلا بالتأمين بيئة آمنة لهدول النساء. حقيقة هون انت عم تحكي على عدة مستويات، لما بده يكون في عنا دور فاعل أكثر. نحن هون عم نحكي على منظمات المجتمع المدني، عم نحكي على الجهات، عم نحكي على المؤسسات اللي هي متطابقة، لأنه صار التغيير حقيقي للمجتمع بس من تحت لفوق، بمعنى نحن نفوت على الحالات، نفوت على اللغات، نفوت على كل الفئات المسكينة، نحن نشتغل في برنامج متوازي، نبلش من المجتمع، نحن من المجتمع أكثر، ونحاول نعرف محاور هذا المجتمع، وليه الخوف من التغيير، وليه هو ضد قانون معين، وليه هو مع قانون معين. فبدأت أجي أنه هون هو العمل يعني تجميعي أكثر ما أنه هو عمل إفراد. نعم طيب، هون أنت كشخص متابع لهذا الموضوع لموضوع النسوي بشكل خاص، وعندك حضور أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتابعي، هل بتعتبري أنه منصات التواصل الاجتماعي اليوم هي منصات مناسبة للتغيير؟ منصات التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال هي قدرت تكسر من رقابة الحكومات على نوعية الأخبار اللي بتوصلنا، كمان كسرت نمطية الإعلام الكلاسيكي. هلأ بعض الأحيان صحيح هي وسائل التواصل بتلعب مثل ساحات حرب افتراضية، وأحيانا بتكون هي فعلا مساحة حقيقية لحتى نحن نحكي بمواضيع وننصر ونضم صوتنا لصوت قضية معينة ونحاول نحشد عليها. هلا مثلا مثل الفيسبوك او التويتر قدروا كثير يساهموا وياثروا اكثر بوعي الاشخاص سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا. بس صراحه انا هون بشوف السؤال، نحن كمستخدمين وكمستخدمات، كمجتمعات، كبيئات متنوعه، هل نحن فعلا قادرين نعبر عن ارائنا بطريقه واعيه؟ قديش نحن واعيين للشغلات والتاثيرات اللي نحن عم نحاول نحكي فيها؟ ايه انا بشوف المنصات هاي هي تجمع وهي قادرة للتعبير وهي مكان مناسب، لكن بحط المسؤولية اكثر على الناس اللي هي كمستخدمين ومستخدمات عم يشتغلوا على هاي المنصات. قديش نحن واعيين، قديش بنخلق اثر حقيقي بهي المساحة. نعم، هل برأيك يعني أنه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي خلقة رأي عام في حال يعني تسليط الضوء على الجرائم اللي بترتكب، إما يعني بوقوع جريمة أو بحقيقة وقعت أو حتى باشتباه فيها، هل فعلا تم خلق رأي عام حقيقي ممكن يأثر بيوم من الأيام على الحكومات وحتى على قوانينا؟ صحيح، يعني ببعض المطارح أكيد قدرت تخلق رأي عام وتحشد وتناصر. يعني مثلا اللي صار مؤخرا بقضية إسراء غريب الله يرحمه،
نحن شفنا أن الحكومة بفلسطين هي فعليا ما أخذت أي إجراء لبعد ما المنظمات ولبعد ما العالم بلشت تحشد وصار فيها هاشتاغات يعني باسم الجريمة يلي صارت، صار فيها هاشتاغات معينة، صار في حتى لوائح إلكترونية أو عرائض إلكترونية العالم بلشت توقع عليها أنه نحن ما عم نسكت. وكانوا كمان الأشخاص يلي شاركوا هم ناشطين ونشطات ومؤسسات وأفراد عاديين بالمجتمع ومو بس من قلب فلسطين، يعني كانوا بسوريا العالم عم تحكي، بالأردن العالم عم تحكي، وبلبنان العالم عم تحكي. نعم، بدي أشكرك جدا أستاذ ديما دهني لوجودك اليوم معنا على هوا راديو روزانا. شكرا لك نيلوفر. شكرا لك. سلام. بالدقائق الأخيرة ضيوفنا الكرام يعني ببرنامجنا، أستاذ رمينة محبي أسألك يعني كيف ممكن يعني بمجال حقوق الإنسان خلينا نحكي كيف ممكن يتعامل قانونيا مع هاي الجرائم اللي عم بتصير؟ أنا حابب كمان أوضح نقطة تانية، أنه الغيرة على العرض والدفاع عن الشرف شيء محمود ولازم وضروري، لكن الدافع الشريف ما عرفته، ما عرفه القانون وترك تعريفه للفقه والقضاء أو للفقه والقضاء فعلا، فعرفته محكمة النقد، قالت أنه هو عاطفة جامحة نفسية مرتبطة بفكرة مقدسة تدفع الإنسان للقيام بجريمة بهدف ستر فضيحة أو غسل العار. هي تنطبق على المادة 192، ثم جاءت كرست هذه المادة 192 بالمادة 548، خففت العقوبة في الدافع الشريف إلى من 5 سنين إلى 7 سنين، يعني ما تركت هاي المادة العامة اللي هي 192 تخفف من الاعتقال، الاعتقال للحكم على الأشغال الشاقة المؤبدة للاعتقال المؤبد أو المؤقت أو الحبس بدل الحبس مع الشغل، بل حددت بالتحديد 5 إلى 7 سنين. فنحن إذا طلبنا بإلغاء المادة 548 ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا الدافع الشريف المحدد في المادة 192. فالمادة 192 خففت العقوبة أيضا أكثر من المادة 548. فإذا طلبنا بإلغاء المادتين فالأمر فيه إجحاف لبعض القضايا الخاصة المتعلقة بالقتل في هذا الإطار يعني. نعم، طيب أنا هون سؤالي يعني نرجع للسؤال الأساسي وهو التمييز الموجود بالقانون. طيب لنفترض أنه نحن مع العذر المخفف التمييز بالقانون لا يوجد، المادة ما قالت الرجل أو المرأة، لكن القضاء جرى على أنه يطبق هذه المادة فقط على الرجل الذي يقتل المرأة سواء كانت أصله أو فرعه أو أخته. فالمشكلة في القضاء إذن وليست المشكلة في القانون، القانون واضح، فما ذكر أنثى أبدا. هذا بعد التعديل ولا قبل التعديل؟ ولا هي قبل التعديل وبعد التعديل. بالأساس هي من فاجأ زوجه أو أخته أو أصوله أو فروعه أو أخواته، يعني النصوص المتداولة، النص مطلق يعني. نعم. ليس محدد، يعني ليس زوجته أبدا، ليس زوجته، زوجه ستطلق على الذكر والأنثى. نعم صحيح. لكن المجتمع لأنه ذكوري والقضاة من هذا المجتمع، فلذلك المادة لم تطبق إلا على الرجل الذي يقتل الأنثى، فهنا المشكلة. عفوا شو السؤال؟ كنت حابة أسألك كمان أيضا ما هي السياسات اللي لازم تتبع على مستوى الحكومات وأيضا المنظمات لإيقاف يعني ومعاقبة كل من يقومون بهذا الانتهاك على مستوى حقوق الإنسان؟ تمام، هو الموضوع يعني يتعلق في نضال طويل للأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان ومن ثم الاتفاقيات تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة عام 1967 على ما أذكر. الموضوع نضال طويل لكل المجتمع البشري، فلذلك أنا بقول أنه على النساء أن تحاول أن تضيء على هذه الجريمة، وعلى الرجال أيضا مؤازرتها للوصول إلى مجتمع صحيح وسليم، لأن هذه الجريمة مرتبطة بالتربية الاجتماعية والتربية الثقافية للمجتمع ككل. نعم، بدي أرجع لعندك أيضا أستاذ عبد المالك، يعني بختام وقتنا حابي تشرح لنا بشكل مبسط يعني لحتى مفهوم القوامة، يعني هو بعرف هو موضوع كتير ضخم ولكن يمكن هني من هذا المبدأ هني عم يتصرفوا بهذا الشيء، خلينا نقول بيخدموا على القتل بحجة الدفاع. تمام،
أنا عفوا يعني إذا تدخلت هي تفضل خد دوري لأنه هو هي الموضوع أنه الجاني هو يستسهل القتل لمجرد استضعاف المقتول وليس لديه القدرة على الدفاع عن نفسه لذلك يستسهل القتل فبالتالي تقع الجريمة على الطرف الضعيف دائما في هذا الشيء. طب هون شو النصيحة اللي لازم نوجهها لكل اللي عم يسمعونا لحتى يقدروا يعني حتى المشكلة انه هني احيانا ما بيكونوا معنيين بالقصة مثل على مواقع التواصل الاجتماعي بيصيروا يطلقوا احكام ويدعوا وبيأججوا وهون بنرجع للتحريض المجتمعي فنحن يعني بدنا نصيحة هيك بشكل سريع نقدمها لك اللي عم يسمعونا. بدك تعطيني دقيقتين اول شيء لعموم المجتمع ان الله ستار يحب الستر اللي بيستر ومن ستر مؤمن ستر الله في الدنيا والآخرة لمن رأى ما اللي عم بيحكي إشاعات ذاك القذف والبهتان له أحكام أخرى. بالنسبة لخصوص الحادثة التي نحن بصدد ذكرى قلنا أن الأحكام الشرعية والقول المعتمد أن إن لم يأتي بأربعة شهود أو بينة ثم قتل فإنه يقتل وإنه لا يحاسب فقط بقول واحد هو مذهب الحنفية والإمام ابن تيمية أمام الله سبحانه وتعالى ديانة وليس قضاء أما أمام القضاء فبالإجماع أنه سيحاسب إن لم يأتي بالبينة خلصنا هاي البكر بالإجماع من قتلها يقتل ببينة بلا بينة لأنه أساسا حكما شرعي لا تقتل انتهى هذا الكلام البعد من قتل دون أرضه فهو شهيد ومن قتل في دون عرضه فهو شهيد الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سيدنا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا نص عام من قتل في سبيل الدفاع عن أرضه ومن قتل في سبيل صد الصائل عن أرضه وعرضه وشرفه فهو شهيد والضرورة تقدر بقدرها فمن اندفع باللسان لا يجوز استخدام اليد ومن دفع بالدفع باليد لا يجوز استخدام السلاح فيحاسب بمقدارها والضرورة تقدر بقدرها أما الأحاديث الصحيحة الواردة في خصوص هذه الآية في خصوص هذه الحادثة فهي قول الله تبارك وتعالى واسمعوا جميعا وهذا حجة أمام الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين نص اللعان الحل للمشكلة أن نتعلم حكم اللعان ونرجع للقضاء ثم ننهي أي حادث أي مشكلة في هذا الصدد سواء كان زوجة أو أخت أو أخ أو عم أو عمة إلى آخره لا مجال للخروج بإراقة الدماء والتنفيذ بيدنا لا يوجد عاقل يرى الجريمة ثم يكون شاهدها ثم ينفذ الحكم لا يوجد قانون في البشرية ولا في الإنسانية نحن الآن لا نخاطب دينكم فحسب لا نخاطب رجولتكم فحسب نخاطب الآن من خلال هذا اللقاء إنسانيتكم أن الإنسانية ترفض هذا أن إنسانية البشر ترفض هذه الأفعال هناك أبرياء تراق دماؤهم هناك أخوات تراق دماؤهم هناك افتراء وهناك بهتان وهناك مظلومية فالله الله في هذه الدماء وجزاكم الله خيرا وأسف الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله السلام. تعالى وبركاته رح أستاذ عبد المنعم يعني حابي أختم معك بنقطة أنه حتى لو كانت هي مخطئة قانونيا يعني يجب أن يكون هناك تطبيق للقانون مو عن يعني القيام هو مثل ما قال الأستاذ عبد المالك أيضا أنه هو ينفذ الحكم تمام الحكم منوط بتنفيذه من ولي الأمر حصرا لا يمكن تنفيذ الحكم أو استيفاء الحق بالذات وخاصة هذه الجريمة يعني تتداخل دائما تدخل الإشاعات والثرثرات والأقاويل والفهم المغلوط فلذلك يؤدي إلى قتل بريء المشكلة أن المجتمع يسكت عن مثل هذه الجريمة ويشجع عليها أحيانا من أجل غسل العار في بعض المناطق الريفية وبعض المناطق القبلية لكن يعني الحقيقة أنه هي جريمة قتل وهي جريمة بلا شرف وبلا أخلاق أيضا نعم. لذلك نتمنى أن المجتمع يحاول أن يفهم هذه الظاهرة ونحن لا نحض على الانتشار الرزيلة أو لا سمح الله نحاول الإباحية لكن نحن نريد أن يكون المجتمع سوي وفق الشرائع والقوانين المنصوص عليها والتي تحافظ على سلامة المجتمع وأمنه وتحمي أفراده من كل الشكر لحضرتك أستاذ عبد المنعم قشقش لوجودك معنا كل الشكر لك أستاذ عبد المالك أتاسي أيضا لوجودك معنا شكر أيضا للسيدة ريما صباغ كانت رافقتنا بالساعة الأولى وأيضا السيدة ديما دهني والشكر أيضا لكم متابعينا ومشاهدينا بالبث المباشر وأيضا على هو راديو روزانا كل المحبة لكم بنودعكم لليوم ولقائنا بتجدد يوم الثلاثاء القادم.